الوفد الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة يشد عشية اليوم الرحال إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب البارالمبية. إذن هذا هو الوفد الجزائري، هذه نسمة رحال التي تعول عليها الجزائر لافتكاك ميدالية أيضا في المشاركة الجزائرية في الفترة المبتدة ما بين طبعا في المكونة من 99 شخصا 60 رياضيا، هذا من بين 60 رياضيا. ذوي الهمم أبانوا عن رغبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية وتشريف الجزائر والعودة بميداليات تحفظ ماء الرياضة الجزائرية، ماء وجه الرياضة الجزائرية في أولمبياد طوكيو. محمد قريشي كان حاضرا في المطار، أرسل التصريحات التالية. عودونا هذه الفئة، هذه الفئة في الرياضة تاع ذوي الهمم، عودونا على نتائج مشرفة وترتيب مشرف. يعني عندنا العادة أننا تكون عندنا ميداليات ومن بينها الذهبية كذلك، وحنا الآن حسب التنبؤات نتاع المدربين، أنا تسلمت تنبؤات من المدربين مكتوبة يعني حبر على ورق، أنها فيه أمل تكون عندنا ميداليات من جميع الأصناف. كلي في الفراسو سيرتو هذا العام الأخير كانت ناقصة مع الكوفيد، تغيير الاتحادية، مشاكل كل الشعب الجزائري على باله واش راه كاين. يعني إن شاء الله حنايا بالشي اللي قدرنا إن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله نحاول نكونوا بوديوم بإذن الله. العالم كامل كان يمر بأزمة تاع كورونا والغلق تاع لي صال، تما لا بريباراسيون غبنا قرابة سنتين عن المنافسات الدولية، رجعنا فقط عنا 5 أشهر، وإن شاء الله يا ربي نديروا نتيجة مشرفة إن شاء الله ونفرحوا الشعب الجزائري إن شاء الله. لا بريباراسيون كيما نقولوا كانت ما كانتش كيما العوام اللي فاتوا، باسكو صرا المشكل هذا تاع الكوفيد وتوسع العالم وكل، احنا بلادنا احنا لهنا صرانا امتي بروبليم على الاول وهذاك، ومن بعد الحمد لله يعني ركتفينا كيما نقولوا لا بريباراسيون، قدرنا يعني قدرنا نوجدوا روحنا للحفل الاولمبي هذا.